أوكي، اليوم إن شاء الله يا جماعة راح نبلش في تشابتر 2، وفي هاي الوحدة راح نتعلم طرق لحل non-linear equations بهاي الصورة f of x بيساوي 0، وبالتالي حتى نحل هاي المعادلة f of x بيساوي 0 معناته بدنا نشوف قيم x، نعمل approximation لقيم x اللي بتحقق هاي المعادلة. هلا لما بحكي non-linear لأنه إذا كان function f linear ساعتها الحل بيكون سهل، بمعنى لو بنروح مع بعض هيك على النوتس نشوف مع بعض مثلا أمثلة. هلا هون مثلا لو جينا نحل هاي المعادلة لينير، إذا كان function f مثلا لينير معناته إذا بدي أحل f of x يساوي 0 هاي بتكون سهل مباشر. مثلا لو أخذنا الصورة العامة لـ f لما بيكون لينير ax plus b، فالصورة العامة لما ax بيساوي ax plus b بيساوي 0، طبعا على فرض انه a لا يساوي 0، ساعتها في هاي الحالة x تساوي minus b على a. هذا هو السوليوشن، هذا بنسميه سوليوشن، بنسميه سوليوشن الحل، او بنسميه 0 of f of x، او بنسميه root ل f of x، يعني صفر الاقتران او جذر الاقتران او الحل لهذا الاقتران او للمعادلة f of x بيساوي 0. وبالتالي إذا كان function f linear يعني على السريع، يعني لو أخذنا 2x ناقص 4 بيساوي 0، معناته على السريع بدل أكتشف إنه 2x بيساوي 4، معناته عند x تساوي 2 الاقتران هذا هو f، راح يمر من النقطة إيش؟ النقطة 2 و 0. يعني بمعنى إذا بدي أجي أرسم هذا الاقتران، هاي x وهي y، وبدي ارسم الاقتران مثلا اللي هو f of x اللي بيساوي 2x ناقص 4، نفس رسمة 2x ولكن بدي انزلها تحت 4 وحدات، وبالتالي so this is f of x اللي بيساوي 2x ناقص 4. فانا لما بدور على solution او بدور على الزيرو تاع الاقتران f او بدور على الروت، انا عمالي بدور وين ال x intercept، وبالتالي هذول كلهم إلهم نفس المعنى. فالإكس انترسبت هلا هون هيو هاي النقطة الجذر، هاي نسميها x تساوي 2، هي جذر الاقتران، وين يعني الاقتران بقطع محور س. فلما بكون الاقتران لينير سهل مباشر، بدناش طرق، بدناش النيوميريكال ميثودز عشان نتعلم كيف نعمل ابروكسيميشن للروت. هلا حتى لما يكون مثلا في بعض الحالات، مثلا لما يكون الفانكشن f مثلا مثلا من الدرجة الثانية، يعني polynomial مثلا of degree 2، ساعتها ايضا مازال ايش سهل. فمثلا لو اخذنا مثلا x تربيع ناقص 4 يساوي 0، بدل احللها هاي يعني على القانون العام او فرق بين مربعين، واكتشف ان x تساوي زائد وناقص 2، وبالتالي من خلال الرسم ممكن اشوف انه جذور الاقتران لهي الرسم هي عباره عن x تساوي 2 و x تساوي سالب 2 وخلصنا. هلا لما يكون الفانكشن مثلا من الدرجه الثالثه والرابعه بصير شوي اصعب. يعني انا بدي بس مثال سهل، امثله سهله هون، اللي هو لو على فرض انه الفانكشن مثلا بولينوميال من الدرجه الثالثه، فمثلا على فرض انه بدي احل مثلا اكس تكعيب ناقص اكس تربيع بيساوي 0، هاي حلها سهل، ولكن كمان شوي ممكن اعطيك معادله شوي صعب حلها. فهي اكس تربيع في اكس ناقص 1 يساوي 0، معناته انا في عندي هون اكس تساوي 0 من هاي، وفي عندي كمان اكس تساوي 1. طبعا الصفر هون مكرر، بنسميه المالتيبلسيتي لإله 2. فعلى فرض طيب انا عندي مثلا بدي اشوف الحل لهي المعادله، مثلا هيك بقدر اعطيك مثلا معادله شوي يعني حلها مش سهل. مثلا لو جيت حكيت لك خذ الفانكشن f of x مثلا بيساوي جذر x مضروب في كوساين x، اوكي بدي اشوف هاي بدي اشوف مثلا هذا السوليوشن امتى مثلا بقطع محور س، معناته انا بدي اجي احكي f الـ x يساوي 0، بدي اشوف امتى الفانكشن f بصفر، وبعدها بيجي بحكي هاي جذر x في e كوساين x مثلا ناقص 5 بيساوي 0، معناته هاي المعادله كيف بدي احلها؟ هاي بدنا نتعلم طرق يعني numerical method عشان نحلها. So هون we need ايش؟ we need methods to approximate the root.
أو the roots إذا أكثر من واحد. وهاي الميثودز نسميها إيش؟ numerical methods. هلا ممكن أعطيك كمان example، أفرجيك شو أهمية chapter 2 مثلا. كمان هاي example مثلا واحد هون، حطينا هون كمان اثنين. لو حكيت لك مثلا solve هاي المعادلة اللي هي عبارة عن equal x بساوي x، طلع كيف بدنا نحل هاي المعادلة؟ إمتى تتحقق هاي؟ فهاي كمان حلها يدوي صعب جدا، وبالتالي يعني بدل أكثر حاجة إجي أعمل إنه أقارنها بهاي الصورة، هي equal x minus x بيساوي 0، حتى أعرف إنه هاي اسمها الفانكشن f، لأنه أنا دائما بقارن ب f of x بيساوي 0. فإذا بطلع أنا الروتس للفانكشن f، يعني بطلع الروتس لهذا الاقتران اللي هو بهاي الصورة، لازم يكون 0 على طرف لحاله. فخلينا نشوف مع بعض شو ممكن نتعلم ميثودز بتساعدنا في إيجاد أو عمل approximations ل solutions، ونشوف مع بعض كيف هاي الميثود بتشتغل. فخلينا نرجع مع بعض هلا عن النوتس، وبعد ما أخذنا مقدمة هلا عن أهمية chapter 2، ممكن هلا نشوف مع بعض كيف زي هاي الطرق، مثل هاي الاكزامبلز اللي حكينا قبل شوي عنهم، كيف أعمل approximation ل x اللي بتحقق هاي المعادلة. ساعتها بخلي الصفر في الطرف عشان اقدر احكم انه هاي الكميه كلياتها f of x اسوة بعنوان الشابتر f of x بساوي 0، معناتها هاي الكميه اسمها f of x، وبالتالي هاي حلها مش سهل، وبدنا نتعلم اليوم numerical methods عشان نعمل approximation للسوليوشن هون. كمان الاكزامبل اللي شرحته قبل شوي بنفس الحاجه. هلا الميثودز اللي راح نتعلمها هي عباره عن numerical methods بتستخدمها لحل ايش؟ mostly non-linear equations بهاي الصورة. فأول طريقة مهمة جدا بنسميها fixed point iteration، وبنرمز لها بالرمز FPI fixed point iteration. راح نتعلم اليوم كيف هاي الميثود بتشتغل. وأيضا في عندنا bisection method، وفي عندنا false position method. أو هاي false position method في لها كمان اسم اللي هي regular fallacy method. هلا رقم 2 ورقم 3 هاي الميثود ايضا بنسميهم bracketing methods، لانها تحصل الروت بتصير تصغر في الفتره اللي الروت بيكون موجود فيها، وبالتالي بنسميها bracketing methods. راح نتعلم كل شيء بالتفصيل. والميثود رقم 4 راح نتعلمها اللي هي نيوتن رافسون ميثود، واحيانا بنختصرها بايش؟ بنيوتن ميثود. الطريقه الخامسه اللي هي السيكنت ميثود، طبعا من اسمها راح نتعلم كيف لها علاقه بالسيكنت. هلا بشكل مبدئي راح نبلش زي ما حكيت، مثلا انا في عندي فانكشن هلا هون عاده بيكون نون لينير، لانه باللينير بيكون سهل الحل. اذا انا في عندي نون لينير ايكويشن بهي الصوره f of x بيساوي 0، وبدي اشوف امتى هذا الفانكشن بقطع محور سين اند الروت سي. فالسؤال، على فرض انه في عندي فانكشن f of x بيساوي 0، وعلى فرض انه في عندي سي اللي هو الجذر ساكن في الفترة AB بحيث صورته تساوي صفر، السؤال كيف أعمل استيميشن لهذا السي؟ يعني إذا بعرف أطوله وحل، إذا بعرف أحل المعادلة هاي وطوله، ما فيش داعي نعمل النيوميركس. بس عادة زي ما أخذنا بالإكزامبلز قبل شوي، عادة الحل بالإيد بيكون صعب، وبالتالي بدنا نعمل أبروكسيميشن. أوكي، هلا بشكل مبدئي بدنا نتعلم كيف نطلع، نفهم شو معنى أول حاجة، شو معنى iteration عشان أحل x بيساوي g of x. هلأ أحياناً بكتب أنا، طلعوا كيف، أحياناً بكتب f of x بيساوي 0، وأحياناً بكتب x تساوي g of x. عشان أوضح هاي النقطة المهمة جداً، لازم نتفق من هلأ على النوت التالية، طلعوا كيف. هلأ نحن بنحل في المعادلة التالية. طبعاً هدفنا بهذا الشابتر سو الهدف نعمل approximate لمين؟ root. كيف نعمل approximation للroot of f of x بيساوي 0؟ فأنا بدي أعمل approximation لهي المعادلة. هل هاي المعادلة أحيانا بكتبها بهاي الصورة، أحيانا أنا بفترض إنه f of x مثلا بيساوي اللي هو g of x minus x، تمام؟ هلا إذا بيكون عندي f of x بهاي الصورة، أو أحيانا يعني هو بتفرقش، بس أحيانا أنا بكتب mostly أكثر بهاي الصورة، إنه الفانكشن f بعرفه على أساس إنه هو عبارة عن x minus g of x،
تفرقش بس نفس الحاجة تقريبا. هلا إذا كان الفانكشن بقدر أكتب بهي الصورة، معناته لما بدي أنا f of x بيساوي 0 معناته بحط في محل f of x قيمة اللي هو x minus g of x يساوي 0، وبخلي مثلا إيش هلا بخلي x موضوع القانون، فبصير عندك x تساوي g of x. هلا اللي بدنا نفهمه كالتالي، إنه الروت يعني اللي بحقق، خلينا نعمل كالتالي، if c is root for the function f يعني بين قوسين f عند c يساوي 0 then c satisfies هاي المعادلة اللي هون، صح ولا لا؟ لازم c يساوي g لل c. ليش؟ لأنه من هون إذا كان عندك، طلع كيف، إذا كان عندك أنت هون f c من هاي، إذا كان f c اللي هو وين ما في x بدك تحط c، هاي c ناقص g c. إذا كان f c يساوي 0، ها هاي يساوي 0، معناته تقدر تستنتج من هون أن c هي نفسها g c. هاي يعني اللي باختصار لازم نفهم هاي نقطة مهمة جدا، إنه إذا كان c root للفانكشن f معناته c بحقق هاي المعادلة. هل هاي المعادلة في هاي الحالة بسمي فيه اسم، يعني c اللي بكون الاسم نسمي في هاي الحالة c بسميه is fixed point. هلا بنعرف هالfixed point كمان مرة بس عشان تبقى بالصورة، يعني إذا كان c root ل f معناته c fixed point for g. هاي نقطة مهمة. إذا c root للفانكشن f معناته c هو عبارة عن fixed point for g. كويس، هيها جيب تكتب بهاي الصورة. فخلينا نكمل بالتعريف ونعطي examples. اوكي، اذا عشان تشوفوا هاي الصورة، هاي الصورة معناتها اذا بدك تحل هاي المعادلة، انت الحل اللي بطلع معاك من هاي المعادلة هو راح يحقق f of x بساوي 0. هاي الفكرة فقط. هلا نيجي على موضوع الiteration. الiteration يا جماعة هي عبارة عن repeated process until an answer is achieved. يعني انا ببلش اعمل ابني في iteration، ابني في sequence من الابروكسيميشنز حتى ايش، حتى اقصير يصير عندي تقريب يحقق مثلا ايرور معين، وبالتالي هي عباره عن ريبيتد بروسيس. هلا هاي الايتريشن بستخدمها is used to find root of equations, solution للينير and non-linear systems of equations, solution للديفرنشال equations. اذا تتذكروا اذا حدا اخذ ديفرنشال equation، اخذنا مثلا في نهايه chapter 2 الديفرنشال equation 2.8 اللي هي البيكرز ايتريشن. فالبيكرز ايتريشن بستخدمها لعمل يعني existence، بثبت existence للsolution لـ given differential equation. فموضوع الiteration موضوع مهم جدا، وعادة ببني هاي الiteration، ببني هاي الiteration حتى أقدر أبنيها بدي إيش، بدي rule أو بدي function اللي هو basically g of x. عشان هيك لما نكتب g بهاي الصورة مهم جدا. وإذا شو بلزمك حتى أبني iteration؟ بلزمك function g يعني rule أو قاعدة، وبلزمك starting point من وين أبلش بالضبط. فإذا بتعطيني starting point بتعطيني g، بحكي لك هاي الiteration اللي أنت بتحكي عنها. أوكي، نيجي هلا على تعريف الفيكس بوينت اللي أعطيتكم مقدمة عنه قبل شوي. فالفيكس بوينت للفانكشن g، طلعوا مش ل f، الفيكس بوينت مربوطة في g. الفيكس بوينت لفانكشن g هي عبارة عن رقم نمبر b بحقق هاي المعادلة اللي شفناها قبل شوي. وبالتالي إذا كان b هو عبارة عن فيكس بوينت لجي، معناته بي راح يكون هو عبارة عن روت لمين؟ للفانكشن f. فنحن إذا بدنا نعمل approximation للفانكشن f، الروت للفانكشن f يعني f of x بيساوي 0، بكفي نعمل نطلع ايش؟ الفيكس بوينت لجي، وبالتالي بنكون طلعنا ايش؟ نفس عملنا نفس الابروكسيميشن. فالمكتوب هون إنه the fixed point لـ y بيساوي g are the points of the intersections between g and y بيساوي x. طبعا من وين هاي؟ طلع كيف؟ ده راح نجيب أنا إيش؟ fixed point لمين؟ لـ g. فبدي أنا x تساوي g، معناته أنا في عندي function اسمه y بيساوي x، وفي عندي function اسمه y بيساوي g of x. بدي أشوف وين بتقاطعوا، معناته بدي أشوف وين خط الـ 45. كلنا بنعرف نرسم y بيساوي x، خط الـ 45 هيو.
بدي اشوف وين خط ال 45 بقطع هذا الاقتران، فوين بقطع خط ال 45 هذا الاقتران مثلا جي، على فرض جي عندي 1 على اكس، نقاط التقاطع بسميهم الفيكس بوينت، لازم يحققوا بي بيساوي جي اوف بي. خلينا ناخذ اكزامبل، مثلا بدنا نطلع الفيكس بوينت لجي بيساوي 1 على اكس. اوكي، بيجي بحط 1 على اكس يساوي اكس، تمام، او بيجي بحكي انه بي تساوي جي اوف بي، نفس الحاجه. فهي بي محلها، هاي بي محلها. هلا بروح على الفانكشن جي، وين ما في اكس بحط بي، فبصير عندك 1 على بي. فعندك بي تساوي 1 على بي ضرب تبادلي، معناته بي تربيع تساوي 1، جذر الطرفين بي تساوي زائد وناقص 1. هلا من خلال الرسم كلياتنا بنعرف نرسم جي 1 على اكس، هي رسمة 1 على اكس، وهي رسمة خط ال 45، وين بتقاطعوا؟ بتقاطعوا عند الفيكس بوينت. هيهم. إذا طريقة حساب الفيكس بوينت ما هيش صعبة جدا مباشرة، بس بحط ايش؟ g of x تساوي 1 على x، g of x تساوي هي يعني القانون تبعها x تساوي g of x، وبالتالي b تساوي ايش؟ g of b. هلا مثلا لو جيت ارسم مثلا g of x بيساوي x، بدي اروح اطلع الفيكس بوينت لمين؟ ل g of x بيساوي x. طيب في هاي الحالة خلينا نروح مع بعض على النوت. في هاي الحالة إذا بدنا نرسم احنا بنعرف انه من هون انه الروت للفانكشن اف هو نفسه معناه انه هذا فيكس بوينت لجي. عشان اطلع الفيكس بوينت دائما بحل المعادله تو فايند، هي تو فايند اني فيكس بوينت، شو بنسوي؟ سولف انه مثلا اكس تساوي جي اوف اكس، او اذا بدك سولف بي تساوي جي اوف بي، نفس الحاجه وبتحل. هلا لو جينا على الاكزامبل رقم 2 اللي هو كان فايند الفيكس بوينت لمين؟ فور هذا الفانكشن جي اللي هو جي اوف اكس بيساوي اكس. هلا من هاي الرسمه، من هاي من القاعده تبعت التعريف، لازم واي بيساوي اكس يتقاطع مع واي بيساوي جي اوف اكس، تمام. اذا عندك هون خط ال 45، اي واي بيساوي خط ال 45 واي بيساوي اكس، ارسم اي اقتران بدك اياه لجي، ارسم اي اقتران هكيت لجي. مثلا بدك تبدا من خلال تشوف ايش، شو في عندك فيكس بوينت. طيب مثلا انا بدي اروح على جي اوف اكس ياخذ اكس، اذا بدك تاخذ اكس هلا اوكي، معناته الاكس ما هو برسمه نفس الحاجه، نفس رسمه واي بيساوي اكس، معناته كم نقطه بتقاطع هذول الجماعه؟ واي بيساوي اكس مع جي اوف اكس بيساوي اكس بتقاطعوا عند عدد لا نهائي من النقاط، وبالتالي هون اني بوينت هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن فيكس بوينت. عشان تتاكد خذ مثلا اكس تساوي جذر 2، افحصها، هل x تساوي جذر 2 هي نفسها g عند جذر 2؟ اذا كان الجواب تبعك انت في هاي الحاله، في هاي الحاله بكون عندك مثلا ايش؟ انا عندي g of x بيساوي x، معناته g عند جذر 2 نعم هي عباره عن جذر 2، معناتها هي جذر 2 تساوي جذر 2. طب خذ مثلا x، هي x1 مثلا، خذ x2 تساوي سالب باي، هي نفسها g عند السالب باي. ليش؟ لانه جي عند السالب باي وين ما في اكس بدك تحط سالب باي، فبصير عندك سالب باي. اذا كل النقاط هون ايش؟ كلياتهم فيكس بوينت. بينما مثلا لو جينا على مثال اخر، لو جينا مثلا على المثال التالي، لو جينا على رقم 3 وحكينا طلعنا الفيكس بوينت مثلا للالكترون التالي، مثلا لو اخذنا جي اوف اكس بيساوي اكس زائد 2، شو رايكم؟ هل هذا الالكترون في له فيكس بوينت؟ بتيجي انت على التعريف، التعريف شو بحكي لك؟ حتى اطلع الفيكس بوينت بدي انا مثلا ايش؟ بدي بي تساوي جي البي. اوكي، بيجي بحط هاي بي تساوي، بروح هون هلا وين ما في اكس بدي احط ايش؟ بي، فبصير عندك هون بي زائد 2، معناته بتشطب هاي مع هاي بضل عندك 0 يساوي 2، هذا ولا يمكن، تمام؟ اذا ولا يمكن معناته هون فيش عندي، ما فيش عندي ايش؟ نو فيكس بوينتس، ما فيش عندي فيكس بوينتس. والدليل على ذلك لما تيجي ترسم هاي اكس هاي واي، احنا بنعرف هاي رسمه واي بيساوي اكس، بدي اشوف واي بيساوي اكس وين بتقاطع مع مين؟ مع اكس زائد 2. فلما اجي ارسم اكس زائد 2، هاي رسمه اكس زائد 2، هاي جي اوف اكس تساوي اكس زائد 2، ولا مره بتقاطعوا، ما دام فيش تقاطع معناته ما فيش عندي فيكس بوينتس اصلا. فهذا مثال على ايش؟ على جي ما لهوش فيكس بوينتس.
هلا ممكن يكون في اكثر مثلا من فيكس بوينت، زي مثلا المثال التالي لو اخذنا جي اوف اكس مثلا بيساوي على فرض انه اكس تكيف. اوكي، هلا اذا بطلع الفيكس بوينتس هون بيجي بحكي هاي بي تساوي جي البي، وبالتالي بيطلع معك بي تساوي بي تكعيب، بيجي بطلع بنك البي الطرف الثاني وبطلع عامل مشترك بهي الصورة، وبطلع عندك مرة بي تساوي صفر ومرة بي تساوي واحد ومرة بي تساوي سالب واحد. إذا في عندنا هون ثلاثة فيكس بوينتس، وبالتالي لما نيجي نرسم مثلا هاي اكس وهي واي وهي رسمة واي بيساوي اكس مثلا، بدي أشوف هلا واي بيساوي اكس وين بتقاطع مع مثلا الاكس تكعيب. كيف ارسم الاكس تكعيب؟ كلياتنا بنعرف تقريبا رسمه الاكس تكعيب هاي الصوره. اوكي، رسمه الاكس تكعيب يعني رسم تقريبي. اوكي، هلا في هاي الحاله في عندك هون نقطه اللي هي الواحد بتقاطع، في عندك هون الصفر، وفي عندك هون اسوي ايش؟ اسوي السالب واحد. سو هاي ثلاث نقاط اللي بتقاطع فيهم واي بيساوي اكس تكعيب مع واي بيساوي اكس. هلا بقدر اعطيك كمان مثال شوي صعب زي رقم خمسه مثلا. شوف لي جي اوف اكس بيساوي مثلا اي قوى اكس زي اللي اخذناه قبل شوي. هلا اللي اخذناه قبل شوي هذا بصير هارد، ليش؟ لانك انت بدك تحل هون بي تساوي جي بي، معناته بي تساوي اي قوى بي، وهذا صعب، بدنا نستخدم بزبطش بالايد يعني، لازم نستخدم ايش؟ نيوميريكال ميثودز. فخلينا نرجع للنوتس و نشوف هاي التفاصيل اكثر. فلو رجعنا هون هلا مثل ما شفنا مع بعض، هذا الفانكشن مالوش فيكس بوينت، هاي فيها ثلاث مثلا جي بيساوي الكوساين، بصير عندك هون ايش؟ الشغل شوي اصعب. عشان هيك بدنا نيجي هلا مع بعض نعرف تعريف مهم جدا اللي هو ايش تعريف الفيكس بوينت اتريشن، كونها اول ميثود بدي استخدمها في عمليه الابروكسيميشن للروت للفانكشن اف او للفيكس بوينت تبعون جي. هلا بيجي بحكي الفيكس بوينت اتريشن هي عباره عن ايش؟ انه بي ان بلس 1 بيساوي جي اوف بي ان، والعداد تبعنا ببلش من 0 طالع. هاي بسميها فيكس بوينت اتريشن، بمعنى بي 0 بتكون ستارتنج بوينت معطى، بتكون معطى يعني بالمثال او بالسؤال، فانت بتعطيني بي 0 وانا من خلال بي 0 بيجي بعوضها هون، يعني بعوض محل ان 0 هاي بتكون معطاه هاي، وبالتالي بعوض بي 0 في جي، بطلع من بي 0 هلا ايش؟ بي 1، فصارت بي 1 معروفه اللي هي جي عند بي 0. برجع بعوض بي 1 هون بطلع ايش؟ بي 2. لما تعوض بي 1 يعني انت عوضت محل ان 1، لما تعوض محل ان 1 انت بتطلع هون بي 2، فبتعوض بي 1 في جي بطلع معك بي 2، فعرفت بي 2، من بي 2 بعرف بي 3 اند سو اون. هلا بضلك ماشي تمنك توقف حسب الايرور اللي بحكي لك عنه، يعني لحد ايرور معين بتقدر توقف. تمام، اذا هذا هو تعريف الفيكس بوينت اتريشن، بيسكلي Pn plus 1 بيساوي g of Pn مع starting point وعداد ببلش من الزيرو طالع. اوكي، هلا السؤال اللي بطرح نفسه هون انه انا هون ببني في iteration، هيها b0 b1 b2 b3 b4 لعند bn. سؤال مهم جدا، هل بالضروره هاي الiteration تكون converge؟ بلكي كانت دايفيرج، اذا كانت دايفيرج مش راح توصلنا معناته لمين؟ مش راح توصلنا للروت تبع اف او للفيكس بوينت تبع جي. وبالتالي في هاي الحاله مهم جدا تكون الايتريشن مثلا كونفيرج حتى اقدر اعرف شو هو الروت واحصره. فاللي بحكي لك انه هاي الايتريشن ممكن تكون كونفيرج او دايفيرج هو شكل جي، يعني مش نجيب اي فانكشن ونمشي الموضوع، نو شكل جي مهم جدا وبدخل في الحكم على هاي الاتريشن تكون كونفيرج ولا تكون دايفيرج. وايضا الستارتنج بوينت مهم جدا من وين نبلش، يعني لازم تكون شوي ستارتنج بوينت شوي قريبه من الروت الى حد ما. فهون بحكي لك which types of functions جي اللي بيطلعوا لنا convergent sequence اللي هي الفيكس بوينت اتريشن. سو هذا هو موضوعنا في هذا السكشن، عشان هيك في عندنا هون نظريه بسميها ثيورم ستار، راح ارجع لها كثير. اذا هاي ثيورم ستار يا جماعه خلينا يعني نتذكرها مع بعض. على فرض انه في عندي فانكشن جي كونتينوس فانكشن، الشرط عليه انه ايش؟ كونتينوس. طبعا هاي الايتريشن اللي ببنيها اللي هي
الفيكس بوينت اتريشن، على فرض انه في عندي اتريشن بنيتها من خلال الفانكشن جي، وهي الفيكس هاي الاتريشن بسميها الفيكس بوينت اتريشن. هاي النظريه بتحكي لك اذا هاي الفيكس بوينت اتريشن كانت كونفيرج فانها ستكون كونفيرج للفيكس بوينت تبع جي، واذا كانت كونفيرج للفيكس بوينت تبع جي فهي كونفيرج للروت تبع اف. يعني P إذا كان fixed point لG فهو بيكون إيش؟ root للfunction F. إذا هاي النظرية مهمة جدا. كمان مرة الشرط على G إنه يكون متصل. هاد كمان fixed point iteration. إذا بتضمن لي إنه هاي fixed point iteration converge، أنا ساعتها بحكي لك هي converge لمين؟ للfixed point لG. طبعا نثبت لها مش صعب مثل ما أنتم شايفين، يعني في عنا معطيات G متصل وفي عنا كمان fixed point iteration. مدام في عنا fixed point iteration given، معناتها هاي fixed point iteration بقدر اكتبها بهاي الصورة حسب التعريف هيو، انه pn plus 1 بيساوي g لpn. هلا مدام كتبناها بهاي الصورة، هلا انا ايضا معطى معي انه هاي fixed point iteration ايضا هي converge لp. هيها ايضا معطى معي انه limit لهاي الiteration as n goes to infinity راح توصلك للroot p. معناته شو بدي اسوي هلا؟ معناتها بدي اخذ الليمت. هلا بدل بي ان انا هون بدي احط بي ان بلس 1. كيف يعني؟ يعني اذا الليمت لبي ان، اذا الليمت للاتريشن رقم ان وصلك لبي، اكيد الليمت للاتريشن اللي بعدها للان بلس 1 اكيد رح توصلك لبي، لان كل ما بنتقدم بالاتريشن بنكون نحن اقرب اصلا، لانها في عندنا كونفرجنس هون. فهلا بعدها بيجي بشيل البي ان بلس 1 هاي اللي هون وبحط محلها جي البي ان. مثل ما انتم شايفين هلا انا بدي اثبت انها ايش؟ بدي اثبت انها فيكس بوينت. عشان اثبت انها فيكس بوينت لازم جي البي يطلع في الاخر بي. فبيجي بحكي جي البي، هلا بشيل البي هيها اللي هون وبحط بدالها هاي الليمت. هاي حطيتها، بس هاي الليمت هي نفسها هاي الليمت، تمام؟ لانه هذا البي اللي هون هو نفس البي اللي هون، وبالتالي بحط هاي الليمت. هلا بس تحط الليمت هاي ساعتها، هلا بدل اشيل البي ان بلس 1 واحط محله هاي بي ان بلس 1 احط محله جي بي ان. فبيجي بحط بشيل البي ان هاي اللي هي او البي ان بلس 1 بحط محلها جي البي ان. هلا لانه الفانكشن تبعنا اللي هون جي كونتينوس، ساعتها بقدر ابدل هاي الجي تطلع لبرا والليمت تدخل لجوا. فلما الليمت تدخل لجوا، لما الليمت تدخل لجوا شو راح يصير عندك؟ هلا انا بعرف اصلا انه جي البي ان، طلع كيف انا بعرف اصلا انه جي البي ان هيها من هون هي نفسها بي ان بلس 1. فبشيل هاي وبحط بدلها بي ان بلس 1، والليمت للبي ان بلس 1 هو بي. فبهي الصوره اذا نحن استخدمنا الكونتينيوتي هون لانه بدلنا الليمت في جي هيها، و اثبتنا انه جي البي طلع معنا بالنهايه ايش؟ بي. معناته بي شو بنسميها؟ بي بنسميها فيكس بوينت لجي. هاي اثبات هاي النظريه ستار. وكمان مره شو أهمية هاي النظرية؟ بتحكي لك شو أهمية الفيكست بوينت إتريشن لما تكون كونفيرج. لما تكون الفيكست بوينت إتريشن كونفيرج، معناته هي كونفيرج لهذا الرقم اللي هو عبارة عن الفيكست بوينت لجي، وبالتالي هو عبارة عن الروت اللي احنا بندور عليه للفانكشن اف. دائما فيكست بوينت لجي هو روت للفانكشن اف. اوكي طيب، هلا هاي الريمارك اللي حكيت لكم عنها قبل شوي، انه دائما الفانكشن اف هو عباره عن اكس ناقص جي، وبالتالي اذا بدك تحل وتطلع الروتس تبعون اف بكفي تحل هاي المعادله وتطلع الفيكس بوينت تبعون جي. وبالتالي هذا هو المكتوب هون، to find roots of f we need to find fixed points for g. لانه بتيجي بس تحط محل اف انت ايش؟ قيمته اكس ناقص جي، وبتودي جي على الطرف الثاني بتطلع نفس الحاجه. طيب هلا بدي اعطيكم هون اكزامبلز على اشكال للفانكشن اف، اشكال مختلفه. سوري بعطيك فانكشن هلا، انا هاي الفانكشن اف تبعنا اللي هون شايفينه، هذا هو الفانكشن اف. دائما المعادله اللي فيها تساوي صفر، معناتها هاي هي قيمه الفانكشن اف اوف اكس مقارنه ايش؟ بالمكتوب هون. شايفين كيف؟ دائما لما يبقى صفر على طرف معناتها هاي المعادله اسمها اف اوف اكس. اذا انا عندي هون هذا اف اوف اكس. السؤال بكم طريقة بقدر أكتب جي؟ الجواب هناك طرق عديدة أكتب من خلالها جي، ولكن على فرض إنه هذا الإلكترون مثل ما أنتم شايفين هاي معادلة تربيعية بقدر أحلها وأطلع الروتس إكزاكت. بمعنى إذا بدي أطلع الروتس بيجي بعمل فرق بين مربعين، هاي فرق بين مربعين، معناته في عندي أنا الروت الأول واحد
والروت الثاني سالب 4. So it's done. جاهز. هلا زي ما اتفقنا الروتس تبعون الفانكشن اف، هذا هو الفانكشن اف، هم راح نسميهم نفسهم الفيكس بوينتس بس لمين؟ لجي، لجي مش لاف. فيكس بوينتس لجي. اذا الروتس هم نفسهم الفيكس بوينتس. تمام. هلا بالنسبه لجي، جي بقدر اطلع بعده طرق. كيف يعني؟ هلا جي عشان اقدر اطلع جي بدي اروح على الفانكشن اف واكتبه بالصوره، اخلي اكس على طرف والباقي على طرف. هلا الباقي اللي على الطرف هون هو راح يطلع معنا جي باختصار. فانا هون مثلا شو مسوي في المثال رقم واحد؟ شو مسوي؟ عامل كالتالي، مخلي 3 اكس موضوع القانون، معناته الاربع سالب 4 بتوديها على الطرف الثاني بتصير موجب، وهي بتوديها على الطرف الثاني بتصير سالب، وقسم على 3 عشان اخلي اكس موضوع القانون. فصف عندك هاي الكميه تساوي اكس، فهي الكميه بسميها جي. فأول حاجة هي أنا بدي أطلع لك جي 1، بسميه جي 1 بهذا الشكل جي 1. إذا جي 1 طلت أنا من عند إيش؟ من هاي الطريقة. هلا المفروض إذا بدك تطلع الفيكس بوينتس لجي لازم يطلعوا معك الواحد والسالب 4. يعني إذا بتعوض هنا واحد هون، أول ما في إكس عوض واحد لازم يطلع الجواب إيش هون؟ واحد. نفس إكس، وإذا بتعوض هنا سالب 4 فهي لازم يطلع الجواب سالب 4، لأنه الواحد والسالب 4 هم روتس لاف وبالتالي هم فيكس بوينتس لجي. طيب على فرض انا مثلا بدي اروح ابلش في بي 0 تساوي 3 واستخدم 3 ديجيتس في التقريب. ما دام جي 1 معطى بقدر اطلع الفيكس بوينت اتريشن. كيف يعني؟ هاي بي 0 وين ما في اكس بحط هلا ايش؟ 3، بطلع بي 1 فبطلع معك بي 1 بهي الصوره. بس اعرف بي 1 برجع بعوضه هون بطلع بي 2 تطلع بهي الصورة. بعدين بس اعرف بي 2 بعوضه هون بطلع ايش؟ بي 3. وبنفس الطريقة زي ما انتم شايفين ببني اتريشن. هاي الاتريشن لما توصل عند الاتريشن مثلا رقم 13، احنا بلشنا من عند بي 0 3، اذا بتلاحظ بلشت من الثلاث عند ال 13 انا عمالي بقرب على مين؟ عمالي بقرب على الواحد. اذا جي 1 بهي الصورة، هذا الشكل لجي 1، إذا ببني منه fixed point iteration، هاي fixed point iteration قدرت تكتشف إيش العدد الروت واحد تبع f أو fixed point واحد تبع g. أوكي، معناته أنا هاي شو بقدر أحكم عليها؟ بقدر أحكم على هاي fixed point iteration إنها converges to the root 1. بس على فرض مثلاً بدي أروح أكتشف السالب 4، فبروح بدي أبلش مثلاً، جيت أبلش مثلاً من عند سالب 6، فبروح بعوض هون سالب 6 بطلع بي 1 سالب 10، بعوض سالب 10 بطلع بي 2 سالب 36، عمالها بتكبر بالسالب. بعوض بي 2 هون بطلع معك بي 3 445 بالسالب، معناتها واضح انها دايفيرج، مش عمالها بتقرب على مين؟ على سالب 4. اذا جي 1 بهذا الشكل قدر يكتشف فقط الروت 1 بس ما قدر يكتشف السالب 4 اذا ببلش من عند سالب 6. ممكن واحد مثلا يبلش من عند اكثر من طريقه، ولكن شو مكتوب هون؟ جي 1 can find only the fixed point 1. هيها. طيب كيف اعمل اكتشف الثانية مثلا؟ ممكن بدك تروح تجيب جي مختلفة. فكيف ممكن اجيب جي مختلفة؟ طلع شو مسوينا هون. هلا بدي اروح على رقم 2. رقم 2 مثل ما انتم شايفين هون نطلع جي بهي الشكل. اوكي، كيف جبت هذا الجي بشكل بهذا الشكل؟ خليت اكس تربيع موضوع القانون وديت هذول على الطرف الثاني. فبصير عندك هون 4 ناقص 3 اكس، وخذ الجدل للطرفين بطلع معك موجب وسالب، انا ماخذ السالب. هذا بسميه ايش؟ هاي كمان شكل لجي 2. لساتهم هذول فيكس بوينتس، هيهم لساتهم فيكس بوينتس حققوا يعني، يعني اذا بتعوض هون الواحد هيعوض هون واحد 4 ناقص 3 قديش بطلع معك؟ واحد، جدل الواحد هو عباره عن واحد مضروب في سالب سالب واحد، اذا واضح انه الواحد يعني مش راح نقدر نكتشفه من خلال جي 2 شفهي، لانه لازم نحققه. ففي هاي الحاله اذا بتيجي تبني اتريشن مثلا من عند نفس الرقم بي 0 سالب 6 هون مثلا، فبتعوض بي 0 هون سالب 6 راح يطلع معك هون بي 1 سالب 4 وشوي، عوض سالب 4 هون 69 بيطلع معك بي 2
سالب 4 او 25 عوض بي 2 هون بيطلع معك بي 3 عوض بي 3 هون بيطلع معك اذا بتوصل مثلا بي 10 لاحظ انك انت عمالك بتقرب على السالب 4 اذا هاي جي 2 قدرت تكتشف ايش الروت سالب 4 ولا تستطيع اكتشاف الواحد عكس اللي قبلها لاحظوا انه السالب 4 اذا بتيجي بتعوضه هون عوض محل اكس سالب 4 بصير عندك 4 زائد 12 16 جذر ال 16 4 برا سالب بيطلع سالب 4 اذا في هاي الحاله السالب 4 هو فيكس بوينت لجي 2 وبالتالي قدر يكتشف اذا بتبلش مثلا من عند هاي الانيشال كونديشن ففي كثير طرق كيف تختار جي طلع هي في كمان مثال لجي مين بحكي لي كيف المثال هذا هون طلط لجي بحكي لك 4 على اكس زائد 3 كيف طلنا هذا 4 على اكس زائد 3 يعني هون هي انا موضح لك توضيح هون شايفين كيف طلطه بروح على المعادله اللي هون بخرج عامل مشترك من اول حدين بخرج عامل مشترك هيو اخرجت عامل مشترك وديت السالب 4 على الطرف اللي هون بصير موجب 4 كويس وخلي اكس موضوع القانون بهي الصوره هي خليت اكس موضوع القانون فانا بدي اختار جي بهي الصوره هاي بدي اختار جي بهي الصوره هي هذا الشكل الثالث لجي فالشكل الثالث لجي مثلا اذا بتيجي مثلا بتعوض فيه اكس تساوي 1 عوض هنا 1 فبطلع 4 على 4 بطلع 1 بينما عوض سالب 4 بصير عندك هون سالب 4 و3 سالب 1 4 تقسيم سالب 1 بطلع سالب 4 اذا التو فيكس بوينتس هذول مبينين في جي بس السؤال هل بقربهم الثنتين خلينا نشوف فاذا بتلاحظوا بدي ابلش مثلا من بي 03 عشان اعمل اشوف بقدر اصل للواحد مثلا ف بيجي بحكي بعوض مثلا البي 03 هون عوض الثلاث هون بطلع معك اول اتريشن 1 رجع عوضها بتطلع معك الاتريشن الثانيه 1 و9 طبعا احنا بنستخدم 3 ديجيتس وارجع عوضها كمان مره بتصير بي 3 عمالك بتقرب على الواحد صح 0.9 صرنا بعدين شو ترجع عوضها كمان مره ضلك عوضت انك تصل مثلا بي 8 بي 8 لاحظ انها قريبه كثير على الواحد معناته جي 3 قدرت تكتشف ايش الفيكس بوينت اللي هو الواحد بس اذا بتبلش مثلا من سالب 6 ارجع هون عوض طلع معك بي 1 سالب 1.33 مثلا بي 2 بهي الصوره بي 3 لعند مثلا ايش ترجع بتلاحظ انه ايش ايضا برجع بقرب لك الواحد نفسه اذا انا عندي لاحظوا انا في عندي روتس بهي الصوره في عندي هنا روت اسمه 1 في عندي هنا روت اسمه سالب 4 انا في الاول بلشت من عند ايش بلشت من عند الثلاث من هون بلشت من هون وانا ابلش هون كان في عندي كونفيرجنس للواحد بعدين ايش بلشت من في الحاله الثانيه بلشت من وين من السالب 6 من هون بلشت ولما بلشت من هون كان في كونفيرجنس لمين ايضا للواحد معناته جي 3 مش عماله بكتشف الفيكس بوينت الاخر اذا الهدف من هاي الامثله انه اذا بتغير شكل جي ممكن يكتشف واحد منهم ممكن يكتشف اثنين منهم ممكن يكتشف ممكن ما يكتشفش ولا واحد يعني مثلا في هاي المثال طلع كيف في هاي المثال مثلا كيف انا مختار جي هيو بدي اروح على القاعده تبعتي اللي هون اجمع اكس للطرفين فلما تجمع اكس للطرفين هاي بتصير ايش 4 اكس وهي بتصير 0 فهي جمعنا اكس للطرفين هي صارت 4 اكس وهي صارت اكس اللي هي جي فبختار انا جي بهي الصوره اللي هي هاي الكميه فاذا بتختار جي بهي الصوره تطلع معك ليه ما بدك تبلش دائما الفيكس بوينت اتريشن تطلع دايفير اوكي فهلا صفى سؤال مهم جدا كيف نختار جي يعني شكله اذا بختار جي بطريقه عشوائيه احتمال ما يزبط معنا فمثلا كتوضيح اخر لاحظوا هون مثلا بهذا المثال هاي consider f of x بهي الصوره واذا بدك تطلع الروتس بما انها معادله تربيعيه بقدر اطلع الروتس هاي هم الروتس اللي هم عباره عن 3 وسالب 1 فممكن اقدر اعمل استيميشن لهذول الروتس باستخدام الفيكس بوينت اتريشن يعني مثلا هون انا شو عامل مخلي بدي اطلع جي هلا عشان اطلع جي اذا بدي استخدم الفيكس بوينت اتريشن لازم اطلع جي فيش مجال فاذا بدي اطلع جي شو مسوي هون مخلي اكس تربيع ايش موضوع القانون هلا بي 0 بتكون معطاه بالسؤال كيف نختار بي 0 يعني بي 0
إذا أنت بدك تختارها لحالك بتختارها إيش قريبة قدر الإمكان على الروت. يعني ممكن أنا أقدر أخمن مثلا شو الروتس لهي التخمين، وأقدر أحط بي زيرو رقم تقريبي يعني قريب على الروت، ولكن في يعني in most cases بكون معطى بالسؤال. هلأ جيت أنا هون خليت إكس تربيع موضوع القانون وأخذت الجدل الطرفين. أوكي إذا هاي إكس أخذت الموجب الجدل الموجب بدي أسمي هذا جي، وبي زيرو على فرض بي زيرو أربعة بتكون معطى مثلا على فرض إنه أنا اخترت بي زيرو أربعة على فرض ها. تمام، في هاي الحالة بيجي بعوض الأربعة هون وبطلع بي 1، بعدين إيش برجع بعوض بي 1 هون وبطلع بي 2. طبعا لما السؤال ما يحكي لك ما يحكي كم ديجيت نستخدم، بستخدم كل اللي بيطلع بالآلة حاسبة، وبطلع بمشي بهاي الإتريشن بهاي الصورة. لاحظوا إنه عمالي إيش مثلا هون عمالي بقرب للرقم 3. تمام، هلا ممكن أنا مثلا أحكي لك استخدم الفيكس بوينت إتريشن تو فايند بي 1 بي 2 بي 3 فقط. تمام، هلا كمان شوي بعطيك نظريه من خلالها تقدر تحكم انه هذا جي بعطيك كونفرجنس ولا دايفرجنس، ولكن خلينا نصبر شوي. بينما ممكن اجي انا اطلع عامل مشترك من هون، كويس هذا السؤال اجي اطلع عامل مشترك بهي الصوره واخلي اكس موضوع القانون واختار جي بهي الشكل. هلا على فرض بلشت من نفس الرقم 4، يعني أنا عندي الروتس هون اللي هم الثلاث والسالب واحد، طلعوا كيف هاي الثلاث هون وهي السالب واحد هون، أنا مبلش من عند الأربعة من هون هاي هابي زيرو على فرض حكينا نبلش من هون. هلا في هاي الحالة عندك هاي بي زيرو أربعة، معناته بعوض بي زيرو هون بطلع بي 1، برجع بعوض بي 1 بطلع بي 2، بظل ماشي بهي الصورة. لاحظوا انه الارقام عمالها ايش بتقرب على السالب واحد. اذا احيانا بتكون الاتريشن، طلعوا كيف احيانا بتكون الاتريشن سريعة، يعني بامكانك تكتشف الروت بسرعة، واحيانا بلزمك تكتب كثير اتريشن حتى تصل للروت. فهذا بيعتمد على شكل جي وعلى طريقة الاختيار لبي زيرو. بينما إذا بأخذ مثلا بي زيرو سالب اثنين، يعني طلعوا أنا اخترت هون بي زيرو أربعة، هون اخترت الأربعة وعمل لي أبروكسيميشن للسالب واحد، بدي أروح هلا أختار بي زيرو سالب اثنين تكون هون قريبة مثلا، بدي أختار هلا بي زيرو هون سالب اثنين مثلا، طبعا أنا هون مختار أربعة وبدي أشوف كيف هاي الإتريشن بتمشي، الواحد بدي يجرب صح. فهلا بطلع بي 1 هاي الصورة، بي 2 بي 3 بي 4، لاحظ انه ايضا في عندي كونفرجنس لمين؟ للواحد، بس مش عمالنا بنطلع في الثلاث. لاحظوا انه هذا الجي مش عماله بكتشف الثلاث، سواء بلشت من هون ولا من هون عماله بكتشف فقط في ايش سالب واحد. فهي الحالة فيها اسم بنسمي الثلاث اللي هي ريبلر يعني منفرة، وبالتالي رح نيجي على هذا التعريف كمان شوي. بينما لو جيت اعمل كالتالي، بدي اختار خلي X موضوع القانون، كيف يعني؟ درجة على G هلا هون، خلي X موضوع القانون والباقي وديه على الطرف الثاني وقسم على 2. تمام؟ في هاي الحالة هيها بدي أخلي X موضوع القانون وقسم على 2، ساعتها بصير معك هذا G X. هلا بحكي لك رح نحصل على Divergence Sequence ومش رح إيش تزبط معنا. فمثلا لو بلشت من الأربعة هون رح تلاحظ إنه B1 صارت 6.5، بي 2 صارت تقريبا 20، بي 3 صارت 191، وبالتالي واضح انه في هون على السريع في عندنا دايفرجنس مش راح نكتشف ولا واحد من هاي الروتس. سو ملخص كل هاي الامثله هيو. This is something related to the slope of the function g. So it depends on how to write g باختصار. عشان هيك بدنا هلا نتعلم هاي النظريه المهمه جدا عشان تريحنا ونشوف شو الشكل المناسب اللي ممكن نختاره لجي. اذا هلا بدنا ناخذ النظريه الثانيه، طبعا احنا اخذنا ثيرم ستار، هلا بدنا ناخذ ثيرم نسميها اللي هي فيكس بوينت اتريشن رقم واحد. هاي الفيكس بوينت اتريشن رقم واحد يعني في عندي كمان فيكس بوينت اتريشن رقم اثنين، وبالتالي شو بتحكي لك هاي الفيكس بوينت اتريشن؟ اوكي اول حاجه بدنا فانكشن جي يكون متصل على الفتره اي بي. يعني احنا هون كثير اخذنا اشكال لجي، كثير اخذنا اشكال. اوكي اول شكل على فرض انه جي متصل على الفتره اي بي، مش بس هيك
والرينج لإله على نفس الفترة. الرينج لإله يكون معرف على نفس الفترة. ساعتها إذا كان هذا الكلام صحيح لكل قيم X فهي الفترة معناته G أكيد في إله فيكس بوينت داخل هاي الفترة. عشان تفهموا هاي الصورة طلعوا كيف. أول حاجة إحنا في عنا إيش؟ في عنا بحكي لك أنا بدي اقتران متصل. أوكي هاي اقتران متصل، هاي على فرض إنه هاي X وهي هاي Y، وعلى فرض أنا الفترة اللي عندي مثلا على فرض إنه هاي A وعلى فرض إنه هاي الفترة B. هلا أنا بدي أروح أرسم، طلع كيف بدي أروح أرسم أي function، بس تذكروا إنه حتى يكون في إله fix point لازم يتقاطع مع مين؟ مع Y بيساوي X، مزبوط ولا لا؟ أوكي هلا بدي أجيب أنا function G. هذا الفانكشن جي اذا بدي يقطع، طلع بدي ارسم اي رسمه، مثلا ممكن ارسم هذا الفانكشن، هاي هذا جي 1، ممكن ارسم هاي جي 2، ممكن ارسم مثلا طلع كيف، ممكن ارسم هاي جي 3 بهاي الصوره، هاي هذا جي 3، بس اطلعوا على جي 4 بدي اروح ارسم جي 4 بهاي الصوره. خلينا ناخذ مثلا اللون اخر، هاي الفترة A بدي اروح اجيب هون هاي A، وهي الفترة اللي هون B، هاي هون طبعا هاي F ال A وهي هون F ال B. هلا بدي اروح ارسم جيب هاي الصورة مثلا، سو هاي بدي اسميها G 1 2 3 4. سو لاحظوا انه G4 متصل مثلا على فرض انه ايش، مثلا على فرض انه متصل على الفترة على فرض انه ايش متصل على الفترة AB، سو G متصل يعني continuous على الفترة AB، صح ولا لا؟ وايضا قطع Y بيساوي X، قطع Y بيساوي X في الفترة AB. اذا السؤال وين الرينج للفانكشن؟ الرينج للفانكشن اذا بتيجي تاخذ الصور هي ببلش من عند هاي النقطه، من هون الرينج، خلينا ناخذ لون اخر، ببلش من عند هاي النقطه من هون الرينج، هاي اصغر نقطه، وبطلع بطلع لفوق الرينج، بوصل الرينج في هاي الفتره لهون. النظريه اللي ساعتها بتقول لك لا بديش اياه يطلع، بدي يضل الرينج لإله في نفس الفتره، يعني اذا هاي الفتره مثلا 1 و2 يضل الرينج في الفتره 1 و2، يعني بدنا نزغر الرسم، يعني بصير بهي الصوره طلع كيف، مثلا هي هون عند الواحد مثلا يضل الرينج لإله بهي الصورة. ها مثلا لاحظوا على جي خمسة مثلا الرينج لإله من عند هاي النقطة، هاي من هون لعند أعلى نقطة هون، لاحظوا إن الرينج في نفس الفترة، ساعتها لازم يكون في إله إيش؟ فيكس بوينت. هون طلع فينا ثنتين، بس هو بحكي لك إنه على الأقل واحد. فشو الشروط حتى اضمن انه في عندي فيكس بوينت؟ الشروط باختصار انه يقبل فانكشن متصل على الفتره اي بي، والرينج لإله، الرينج لجي لازم يكون ايضا الرينج لإله موجود سبست يعني في الفتره اي بي. فاذا بتلاحظوا جي 1 بحققش لانه الرينج لإله بطلع، عشان هيك هي احتمال ما يزبطش مثلا، وهي جي 2 ما زبطش، جي 3 صح جي 3 قطع، بس ما هو بغض النظر لانه هو يعني ممكن يقطع ممكن ما يقطعش، اذا تحققت الشروط انا بضمن النتيجه. هلا اذا ما تحققت الشروط ممكن ممكن لا، هذا شروط النظريه ما تحققتش، بس في هلا مثلا جي 4 وجي 5 تحققوا شروط النظريه في جي 5 اكثر، وبالتالي انا بضمن 100%. جي 4 ما تحققتش 100% بس في لو كمان فيكس بوينت، اذا تحققت الشروط انا بضمن النتيجه. هلا لو رجعنا شوي على النظرية، شو بتحكي لنا النظرية؟ بتحكي لنا بدي انا جي متصل وبدي الرينج لإله في نفس الفترة يكون لكل القيم، ساعتها بكبر جي في له فيكس بوينت 100%. طيب مش بس هيك، امتى بكونش في له غير اونلي وان فيكس بوينت؟ اذا كان سلوب لجي الميلان لإله قيمة مطلقة اقل او يساوي من كي، وهي كي اقل من 1، طبعا هذا اليساوي اللي هو المهم جدا لكي عشان اقدر احدد كي، وكي لازم تكون اقل من 1 لكل قيم اكس في الفتره المفتوحه. اذا هذا الكلام صح معناته انا فيش عندي غير اونلي وان فيكس بوينت. هذا هو، هاي هي النظريه المهمه جدا. يعني ممكن هلا احكي لك مثلا
خد هاي جي واثبت انه في له ايش اونلي وان فيكس بوينت. ساعتها في هاي الحاله شو بدك تسوي؟ هاي نشوف مع بعض المثال التالي، طلعوا كيف هاي المثال هون. هلا برجع للبروف كمان شوي، بس لو جينا على هذا المثال، هاي انا اعطيتكم جي هون لانه في طالب سالت كيف نختار جي مثلا. هو بالسؤال بكون معطيك جي، هاي جي تساوي كوساين اكس، شو ذات انه الكوساين اكس هاز ا يونيك فيكس بوينت في الفتره 0 و1. اوكي، هلا معناته انا شو بدي اجي اعمل؟ هلا بدي اجي اروح على النوتس، واحنا قبل شوي رسمت الفيكس، قبل شوي رسمت انا الكوساين في الفتره مثلا 0 و1. طبعا ديروا بالكم هون لازم الكالكوليتر تكون راديان، وبالتالي هاي اكس وهي واي. بيجي هلا برسم في الفتره، هاي الفتره عندي 0 مثلا عندي الواحد مثلا، وانا عندي في هاي الفتره الكوساين مثلا ممكن يكون بهاي الصوره. طبعا بس بدي يكون الرسم دقيق. اوكي، سو هاي رسمة كوساين اكس، وانا عندي طبعا هاي واي بيساوي اكس، هاي واي بيساوي اكس. انا هلا بس معني في هاي الفترة، انا معني في هاي الفترة من صفر لواحد، تمام؟ هلا من صفر لواحد بيجي بحكي في هاي الفترة وين الرينج تبع اكس؟ هاي الرينج تبع الجي، هاي جي من هون ببلش. هذول الصور كلياتهم، هذول القيم اللي هون صورهم من هون لهون، هيهم هي الصور من هون لهون، شايفينهم؟ اذا هي الرينج، هذا هو طبعا عندك الصفر، جت الصفر واحد. فانا عندي الفانكشن جي اللي هو بيساوي كوساين اكس، هو متصل اول ايش على الفتره صفر وواحد. لاحظوا انه متصل، وايضا الرينج لجي، الرينج لجي هو عباره من وين لوين بيجي، هي من عند ببلش من عند هاي النقطه، هاي النقطه اسمها كوساين الواحد، وهي اسمها كوساين الصفر، وهي اسمها كوساين الصفر. فانا بعرف انه اول ايش الكوساين اكس هو متناقص ديكريزنج على الفتره ايش من صفر لواحد. شو يعني ديكريزنج؟ يعني انه اعلى قيمه له هي عند جتا الصفر اللي هي واحد، وهي اكبر قيمه. وايضا الكوساين لاكس اعلى او يساوي من عند ايش؟ من عند كوساين الواحد. طبعا كوساين الواحد بطولها من الكالكوليتر راح الاقيها مثلا ايش؟ اللي هي عباره عن 0.5402، طبعا بالراديان، نتذكر كل شغلنا على الراديان. اذا هلا اكتشفت انا انه الكوساين اكس اقل او يساوي من واحد، واكبر او يساوي من 0.5402، وهذا الرقم اكبر او يساوي صفر. معناته كوساين، معناته انا عندي الكوساين كونتينوس على هي الفتره، وايضا الرينج له هيو موجود في نفس الفتره اللي هي 0 و1، هي 0 و1. معناته على السريع شو بستنتج هلا؟ بستنتج من هاي المعلومات انه there exist fixed point. بس هذا الاستنتاج اللي بستنتجه لحد الان، هاي لانه حسب الشرط الاول في النظريه. طلعوا كيف؟ نشوف مع بعض النظريه كمان مره، لانه هاي النظريه مهمه جدا. شو بتحكي لنا؟ بتحكي لنا انه اذا كان هيا، اذا كان الاقتران متصل على الفتره المغلقه و الرينج له، هيو الرينج له في نفس الفتره لكل القيم، معناته انا في عندي فيكس بوينت، انا متاكد انه في عندي فيكس بوينت. هلا بضل علي شو اسوي؟ هلا بضل علي افحص ايش؟ بضل علي افحص انه لازم اثبت اليونيكنس. حتى اثبت اليونيكنس بدي اروح اشتق جي قيمه مطلقه واثبت انه اقل من واحد. فشو راح بسوي هلا؟ بروح على النوت وبيجي بحكي كالتالي، انا اثبتت انه في عندي فيكس بوينت. هلا عشان اثبت اليونيك انه فيش غيرها، بروح بطلع جي فتحه. شو مشتقة الكوساين؟ سالب ساين، صح؟ معناته القيمه المطلقه، لازم اروح اطلع القيمه المطلقه حسب النظريه. القيمه المطلقه هو عباره عن القيمه المطلقه للساين. هل كنت انا بروح برسم الساين في هاي الفتره؟ انا عندي هاي اكس وعندي هاي واي، وبيجي بحكي انا من الصفر للواحد بدي ارسم الساين. طب احنا بنعرف كلياتنا الساين في هاي الفتره بيكون بهي الشكل، طبعا بضل مكمل، صح؟ اذا هاي رسمه الساين اكس. اول حاجه الساين اكس متزايد في الفتره 0 و1، مش بس متزايد، وايضا الساين اكس اكبر اقل قيمه له هي عند الصفر، ساين الصفر، واقل قيمه له عند ساين الواحد. هلا ساين الصفر هو صفر، اقل او يساوي من ساين الاكس، تمام؟ وساين الواحد طبعا احنا بنعرف انه ساين الواحد بدك تروح تطلعها هلا ايش؟ يعني من الكالكوليتر باستخدام الراديان، فتطلع معك بهي الصوره.
اللي هي أقل أو يساوي ساين الواحد باستخدام الكالكوليتر بطلع معك 0.8415. وهي هي نفسها، ديروا بالكم، هاي بسميها كي لأنها مع اليساوي هون، وهي واضح أنها أقل من واحد، معناته مدام القيمة المطلقة، لما دام القيمة المطلقة عندي اللي هي ساين الإكس قيمة مطلقة، طبعا الاقتران في هاي الفترة الاقتران هو متزايد وهو اقتران موجب، يعني فيش داعي للقيمة المطلقة. ليش؟ سينس إنه إيش؟ إنه ساين إكس موجب is positive في هاي الفترة، زي ما انتم شايفين هاي اقتران موجب، معناته الساين جي فتحة هاي عبارة عن إيش؟ هاي عبارة عن جي فتحة، معناته أنا أثبت إنه هلا القيمة المطلقة للجي فتحة أقل أو تساوي من هذا كي، وكي أقل من واحد. وإذا حدا سألك عن كي بتقول له كي هيها اللي هي عبارة عن 0.8415. إذا هذا السؤال مهم حتى نفهم الفكرة بشكل صحيح. هلا ما دام أثبتت إنه القيمة المطلقة أقل من واحد، معناته بقدر أضمن هلا there exist unique، فيش غيرها، unique fixed point فيش غيرها، بس واحدة. هاي هي النظرية المهمة جدا اللي بتحكي إمتى بيكون في عندي only one fixed point على فترة محددة. وبالتالي هلا بدي أروح أعمل البروف، نعمل البروف مع بعض. طبعا أنا أول إيش بدي أثبت الجزء الأول، بعدين إيش بثبت الجزء الثاني. فحتى أثبت الجزء الأول أنا في عندي معطيات G متصل والرينج له على نفس الفترة، معناته لازم نقبة G في له fixed point. فيعني بدي أثبت بالنهاية إنه في عندي point B هي نفسها G عند البي. أول حاجة، إذا كانت نهاية الفترة اللي على الشمال بتحقق هذا الشرط، خلصنا هاي جي الاي بيساوي ايه وخلصنا، هاي الفيكس بوينت. واذا كانت نهاية الفترة اللي على اليمين بتحقق هذا الشرط انه جي البي بيساوي بي، خلصنا برضه لانه هاي الفيكس بوينت بي بتكون، then we are done. هلا otherwise يعني جي عند الاي لازم تكون ايش في هاي الفترة، اكبر من ايه واقل من بي، وجي عند البي في هاي الفترة. هلا بروح بعرف الفانكشن اف زي ما احنا بنعرف اكس ناقص جي الاكس، طبعا هذا الفانكشن متصل لانه هاي برونومين من الدرجه الاولى متصل، وجي معطى في السؤال متصل، فالفرق بينهم راح يكون متصل. ومش بس هيك، بدي راح اعوض فيه هلا ايش اي وبي، فلما تعوض الاي في الفانكشن اف بيطلع معك بهي الصوره. بس انا بعرف انه جي الاي هي اكبر من الاي، صح؟ معناته هاي الكميه سالبه الكميه، وانا بعرف انه اف البي هو تعويض مباشر بهي الصوره، هي اف البي. بس انا بعرف انه اف البي أقل من بي، فهي الكمية رح تطلع إيش؟ موجبة. هلا حسب بلزانو في عندي F الـ A سالب و F الـ B موجب، معناته أكيد في عندي رقم اسمه B ساكن في هاي الفترة، بحيث F الـ B عند صفر. هلا إذا F الـ B عند صفر برجع بعوضه هون، هاي عوضناه هون تساوي صفر، معناته هذا تعريف الفيكس بوينت وخلصنا. فهيك إحنا أثبتنا الجزء الأول من النظرية، إنه إذا تحقق الشرط الكونتينيوتي لجي والرينج لإله في نفس الفترة، ساعتها بيكون جي في إله إيش؟ في إله فيكس بوينت في هاي الفترة. هلا إثبات اليونيكنس الشق الثاني، كيف نثبت اليونيكنس؟ دائما باليونيكنس لما نيجي نثبته بفرض إنه إيش؟ إنه في عندي تو بوينتس، وفي الآخر بثبت إنهم متساويات. يعني لو جينا نثبت بهاي الصورة، إثبات سهل مباشر، على فرض ها بدي أثبت اليونيكنس هلا. على فرض انه في عندي 2 fixed points، مش واحدة فقط، على فرض انه في عندي 2، معناته هي اول fixed point بتحقق التعريف، والfixed point الثاني بتحقق التعريف. هلا بما انه الفانكشن اللي عندنا هون مش في عندنا furthermore، هذا given ماهية المشتقة متصل، يعني الالكتران بقدر اشتقه في هاي الفترة بطلع الجواب اقل من واحد. ما دام في عندي differentiability معناته بقدر استخدم هلا المين فاليو ثيرم، انه الالكتران جي اللي عندنا هون متصل على هاي الفترة وقابل للاشتقاق عليها، فمعناته أكيد في عندي رقم ساكن في الفترة المفتوحة، بحيث المشتقة لجي عند هذا الرقم بيساوي فرق الصادات على فرق السينات، فرق الصادات لهم هي جي بي 2 ناقص جي بي 1 على بي 2 ناقص بي 1. بس أنا أصلا بعرف إنه جي بي 2 ما هي فيكس بوينت نحن حاكين عنها، معناته جي أوف بي 2 هي بي 2 وجي أوف بي 1 هي بي 1، فصف عندك البسط بي 2 ناقص بي 1 على بي 2 ناقص بي 1 اللي هو الواحد صحيح. هل يعقل إنه في عندي رقم في هاي الفترة المشتقة له تساوي واحد، وأنا حاكي في النظرية إنه المشتقة لأي
قيمة x في هاي الفترة هي أقل من واحد؟ الجواب no. وبالتالي معناته الفرض اللي فرضناه خطأ. معناته خطأ إن نحكي أنا في عندي two fixed points. إذن معناته فيش عندي one fixed point، وبالتالي b1 بيساوي b2. فهذا إثبات اليونيكنس طبعا. وهذا المثال اللي حكينا عنه قبل شوي، كيف نثبت إنه الكوساين في إله يونيك. إذن بدك تثبت إنه، لما بدك تثبت إنه أي جي في لها يونيك fixed point، بدك تثبت شغلتين. تثبت أول شغلة إنه في عنا fixed point. بعد ما تثبت إنه في عنا fixed point، تروح على المشتقة وتثبت إنها أقل من واحد حتى نثبت اليونيكنس. إذن هلا صفى سؤال اللي بنبلش فيه ونجاوب عليه اللقاء القادم إن شاء الله، إنه وين الفيكس بوينت إتريشن اللي ببنيها من خلال هذا الجي بتكون كونفيرج، ووين بتكون دايفيرج سيكونس. فهذا السؤال المهم اللي راح نجاوب عليه المرة القادمة. وبهاي الصورة يا جماعة طبعا راح أوقف هون وأشوف إذا في حدا عنده أي استفسار.